تحية طيبة مشاهدينا، أهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج صحتك لاباس. سنتحدث اليوم عن خشونة المفاصل، أسبابها، أعراضها، وأيضا طرق العلاج مع الدكتور محمد شعلان، استشاري جراحة العظام في إيرلندا. أيضا سينضم إلينا بعد قليل الدكتور سعيد نافع، رئيس المجموعة العربية في المنظمة العالمية للعلاج الوظيفي من بوسطن. نرحب بضيفي الكريمين، وأبدأ معك دكتور محمد شعلان. شكرا لوجودك معنا اليوم، كنت على سفر، الحمد لله على سلامتك. يعني هذا شيء يسعدنا أن تكون معنا اليوم على الرغم من سفرك، وأنت الآن تحضر مؤتمر، أعتقد سفرت المشاركة في مؤتمر على ما أعتقد، أو لديك مجموعة عمليات تقوم بها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر حضرتك وأشكر السادة المشاهدين. أهلا بك. والله هو حضوري هنا الأتشاد هو لإجراء عمليات جراحية. ما شاء الله. إحنا ابتدنا نأتي إلى أتشاد وإلى مختلف الدول الأفريقية إجراء عمليات جراحية. كما تعلمين يعني النظام الصحي في أغلب الدول الأفريقية ليس بحالة جيدة. جزاكم الله كل خير دكتور، وأكيد يعني أنوه للمشاهدين بأنه الدكتور محمد شعلان أيضا كان في غزة وساهم في إجراء عمليات جراحية عديدة للمرضى هناك. فعلا جزاك الله كل خير سيدي الكريم. نتحدث الآن مع بداية فصل الشتاء، يعني تكثر آلام المفاصل و خشونة المفاصل، يعني هل دائما أسبابها البرد أم أنه للعمر علاقة؟ هل هي مسألة تتعلق بالجينات لربما؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا في فرق بين ألم المفاصل وبين خشونة المفاصل، لأن نعم. ليس كل ألم في المفاصل سببه الخشونة. نعم. أحيانا طبعا بالطبع البرودة تزيد الألام، وحتى عندما يأتينا مريض يعني ننصحه بوضع كمادات دافئة على العضلات، العضلات تسترخي في الحرارة وتكون منقبضة في البرودة، لذلك المريض يشعر بالألام أثناء البرد. لكن الألام في المفاصل له أسباب كثيرة، ممكن تكون خارج المفاصل نفسها من الأنسجة الرخوة حول المفاصل الأوتار، ممكن تكون من خاصة في الطرف السفلي سواء الكاحل أو مفصل الركبة أو مفصل الورك، ممكن يكون الألم يأتي من العمود الفقري نفسه. فهناك فرق بين ألم المفاصل وخشونة المفاصل. خشونة المفاصل دكتور محمد، عذرا على المقاطعة، خشونة المفاصل هل هي فقط تكون في منطقة الركبة أم في كل مفاصل الجسم يعني؟ لا، هي تصيب أغلب مفاصل الجسم. نعم. لكن بصورة متفاوتة. كما تعلمين يعني مفصل الركبة عليه حمل الجسم كله، وهو مفصل مركب ليس مفصل بسيط. لكن الخشونة كما تحدث في مفصل الركبة تحدث أيضا في العمود الفقري، فصولة انزلاقات غضروفية وهكذا. لكن ليس الخشونة لا تصيب كل المفاصل بنفس القدر في نفس الوقت، بصور متفاوتة. وأحيانا يعني المريض الطرف السفلي الأيمن عنده أقوى من الأيسر، أحيانا الخشونة تكون أقوى في الأيمن لأنه استخدامه له أكثر يعني. طيب دكتور، ما الأسباب؟ يعني هناك من يرى أنه حتى الرياضيين اللي بيتحركوا أيضا يعانون أحيانا من خشونة مفاصل، ما الأسباب الأساسية في حدوثها؟ نعم صحيح، هو الأسباب الخشونة هي منقسمة إلى ثلاثة أقسام. في حاجة بنسميها age related، يعني الحاجة اللي هي مرتبطة بالعمر مع التقدم في العمر، لأن الله سبحانه وتعالى وضع في الخلايا يعني الفترة الزمنية اللي هتعيشها الحياة تعيشها في الحياة، ومنها الخلايا الغضاريف نفسها بتاعت المفاصل. فدي ده قسم. القسم الآخر أو الثاني هو اللي هو بوست تروماتيك، اللي هو ناتج عن الإصابات. وطبعا الرياضيين بتأتيهم إصابات، فالإصابات دي صحيح تعمل إصابة في الغضروف وبالتالي تؤثر في الغضروف. القسم الثالث هو اللي هو انفلاماتوري، اللي هو بينتج عن أمراض معينة زي الروماتويد وأمراض الأنسجة الليفية عامة، دايما تسبب هذه الخشونة.
لكن يعني المعروف توضح لنا أكثر دكتور على هذا الموضوع الروماتويد، يعني هل هي التهابات مثلا قد تتسبب في الخشونة؟ هو الروماتويد ده يعني الجسم بيهاجم نفسه لأسباب معينة. كما نعلم يعني إن جيش الدفاع في الجسم هي كرات الدم البيضاء، لأسباب معينة الجسم بيهاجم نفسه وبيسميه أوتو أميون ديزيز، يعني ناتج عن حاجة في المناعة، خلل في المناعة، فبالتالي بتسبب خشونة في المفاصل. هي طبعا بتبدأ في البطانة للمفصل اللي هي بنسميها السينوفيال ميمبرين، فدي أول ما تبدأ فيها تغيرات تؤثر على المفصل وتسبب خشونة وتسبب آلام شديدة في المفاصل. ودايما الخشونة أو الخشونة الناتجة عن الانفلاميشن أو الالتهاب بتكون آلامها أقوى بكتير من اللي هي ناتجة عن التقدم في العمر. أها دكتور شعلان، يعني أيضا هناك من يعاني فيما يخص هذه الخشونة، كثير من الناس يعني حتى نمط حياتهم يتغير، يصبح من الصعب الحركة، ممارسة التمارين الرياضية، ممارسة الحياة بشكل طبيعي، حتى أحيانا تعيق الذهاب إلى العمل. بالطبع يعني انا هنا في افريقيا، لان الاصابات هنا في افريقيا عاليه، اجري تغيير مفاصل الورك احيانا للركبه في اناس يعني سنهم متوسط، يعني 20 او 30 او دون ال 40، لان الخشونه يعني الغضروف، الخلايا الغضروفيه هي من الخلايا التي لا تتجدد، يعني إذا فقدت لا تتجدد، مثلها مثل الخلايا العصبية تماما، إذا فقدت لا تتجدد في الجسم. هو عندنا مخزون ثابت من الخلايا الغضروفية اللي هي بتنتج الغضروف. والله سبحانه وتعالى لما خلق الغضروف للمفاصل خلقه من النوعية المتينة التي تتحمل وتمتص الإصابات. فبالتالي لو حصل اصابه في الغضروف هذا بنسميه هايلاين كارتليج. الهايلاين كارتليج لو حدث فيه اصابه، الجسم طبعا الله سبحانه وتعالى وضع فيه وظيفه ان هو يلتئم من نفسه، فالجسم بيحاول يعني يجري التئام للمنطقه المصابه، فبيكون حاجه اسمها فايبر كارتليج، يعني غضروف بيكون اغلبه انسجه ليفيه، وبالتالي بيكون ضعيف في مقاومته للإصابات. الغضاريف فيها خواص معينة تختلف عن أي خلايا في الجسم. طيب مثلا الغضروف يبدو من الخلايا العصبية، لا يوجد أعصاب في الغضروف، عشان كده لما نتحرك لا نشعر بالحركة، يعني الواحد لما بيحرك ركبته أو أي مفصل عنده لا يشعر بحركة المفصل، لأن الغضروف يخلو من الخلايا العصبية، والغضروف أيضا يخلو من الأوعية الدموية، لأن هو الغضروف لا يوجد بها أوعية دموية إلا في المنطقة الملاصقة للعظام، وبالتالي الغضروف بيأخذ الغذاء الطبيعي بتاعه من السائل الموجود داخل الركبة، فهو يعني تركيبة طبعا معقدة، يعني سبحان الواحد الله. لما يدرسها بعمق يعني يقول سبحان الخالق فعلا. فعلا والغضروف اللي هو الهايلاين كارتريج ده هو في خاصية ان هو بيحتفظ بكمية معينة وكمية ثابتة من الماء داخله، وبالتالي ان هو عشان يحافظ على المتانة بتاعته، ولا يسمح يعني بدخول كمية اكبر من الغذاء، بيدخل الى الغضروف مواد او عناصر معينة للغذاء فقط، لكن كمية السائل او كمية الماء الموجودة في الغضروف هي بتكون ثابتة، فلما تحدث إصابة كمية الماء تبدأ تقل، أو مع تقدم العمر أيضا بيحصل تشققات في الغضروف، في الغضاريف اللي هي مغطية للمفصل، وبالتالي يبدأ الإنسان يفقد كمية الماء الموجودة، مثلها تماما مثل الغضاريف اللي هي في الظهر. قبل ما يحدث انزلاق غضروفي بنلاحظ في تغيرات في كمية الماء الموجودة في الغضروف، لأن هي كمية الماء دي هي اللي بتعطي الغضروف متانة إن هو يحافظ على
يعني مكانته ويمتص الإصابات بصورة نعم. دكتور سريعة. محمد شعلان، عذرا المقاطعة، يعني قبل قليل ذكرت أنه تغيير المفاصل هي عمليات تجرى ليس فقط لكبار السن وإنما أيضا للشباب، هل هي نفس الأسباب؟ لماذا يعني أمر غريب أنه يتعرض الشباب لتغيير مفصل؟ هل تحدث هذه المشكلة بسبب حادث ربما؟ نعم، أنا كما ذكرت لحضرتك أسباب الخشونة ثلاثة، هي حاجة مرتبطة بالعمر، ودول احنا بنغير لهم مفاصل لما يتقدموا في العمر. ماذا عن الشباب؟ والنوع الثاني، أما أنا جاي لحضرتك في الكلام، النوع الثاني هو ناتج عن إصابة، كما تعلمين الإصابة بتكون غالبا في الشباب لأن هم دول اللي بيتحركوا، صحيح، ودول اللي بيمارسوا رياضة معينة أو عمل معين يتعرضوا فيه لإصابات تصيب الغضروف نفسه، وبالتالي الجسم لما بيجي يحاول يلتئم الغضروف ده احيانا بيكون نتوءات عظميه حوالين المفصل وبالتالي تعيق الحركه. انا كما ذكرت منذ قليل ان الغضروف لا يوجد به اعصاب، فبالتالي الواحد لما بيحصل اصابه في الغضروف العظام بتتعرى من الغضروف وبالتالي الاعصاب نفسها بتتعرض للاحتكاك ويبدا الانسان يشعر بالالام. الامراض كما تعلمين يعني مرض الروماتويد بيجي في سن يعني العمر المتوسط مثلا، فده لو حدث في السن ده يعني حدود ال 30 او ال 40، وفي انواع معينه من امراض الروماتويد بتيجي للاطفال اللي هي بنسميها سيرو نيجاتيف روماتويد ارثرايتس، دي بتيجي للاطفال حتى الصغار، بس الغالبيه العظمى من امراض الروماتويد دي بتيجي في السن المتوسط، فدي تحدث بس دي بتكون اكثر في النساء يعني غالبا اكثر من الرجال، وبالتالي لو حدثت يعني مضطرين طبعا نعمل لهم مفاصل. هو الفكره من تغيير المفصل هو ازاله الالم من المريض، وان المريض يعني يتحرك بسهوله ويسر بدون ألم وبالتالي يستعيد حياته الطبيعية. ولكن هي ليست الخطوة الأولى دكتور شعلان، عذرا عن المقاطعة، يعني دائما الجراحة ليست الخطوة الأولى في العلاج، أليس كذلك؟ نعم نعم صحيح، احنا بنبدأ عادة بالأمور البسيطة، يعني المريض لما بيجينا يشتكي من خشونة أو ألم في المفاصل بنبدأ أولا بنبحث عن السبب، إذا حصلنا على السبب بنعالج السبب، يعني مريض الروماتويد بياخد علاج الروماتويد. نعم. المرضى اللي مثلا عندهم إصابة أو عندهم خشونة مرتبطة بالعمر بنبدأ معهم بمسكنات خفيفة علاج طبيعي، طبعا هو قوة العضلات حوالين المفصل بتدي دعامة للمفصل وبالتالي بتخفف العبء عن المفصل من ناحية الوزن وبالتالي المريض يشعر بتحسن، وده السر في أن العلاج الطبيعي بيحسن ألام خشونة المفاصل. الخطوة التي تليها يعني إذا العلاج الطبيعي والمسكنات لم تجدي نفعا بنتجه إلى يعني أنواع معينة من الإبر أو الحقن داخل المفصل. في القديم كنا نستخدم مادة زيتية اسمها هياليورانيك أسيد، وكانت الأبحاث أثبتت أن هي يعني تؤدي بعض النفع، لكن لما تعمقت الأبحاث وجدوا أنها ليس لها أي فائدة تماما، وأنها يعني مثلها مثل أنك تحقني داخل محلول ملح داخل المفصل. نعم. الآن في الكورتيزون اللي هو طويل المدى اللي هو زي الديبمودرول أو ما شابه، يعني ده بنحقنه في المفاصل بيحسن الآلام لمدة طيب تتراوح دكتور. ما بين نعم 6 شهور اقل قليلا. نعم. او اكثر قليلا. دكتور العمليات الجراحيه دكتور لتغيير المفاصل هل هل عايز من النقطه تفضل 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 دكتور تفضل. هي ابحاث بتجرى بكثافه على موضوع الخلايا الجذعيه والبلازما اللي بنسميه بي ار بي، وده فعلا بنستخدمه وبيجيب نتائج في اغلب المرضى نتائج رائعه صراحة. ممتاز. أيا كانت حالة المفصل من الداخل، كما قلت لحضرتك يعني الهدف من علاج المريض هو تخفيف الآلام أو إزالة الآلام. فالخلايا الجذعية والخلايا والبلازما دي بناخدها من جسم المريض نفسه وبيتعمل لها بروسيسنج، يعني بتدار في جهاز معين وتحقن داخل المفصل بتجيب نتائج كويسة، والأبحاث يعني في تركيز قوي جدا على موضوع الخلايا الجذعية والبلازما في فعلا. هذا المضمار.
ودي يعني بتفيد اغلب المفاصل يعني غالبا سمعنا عن الخلايا الجذعية في علاج المفاصل، حقيقة يعني ثورة طبية رائعة. دكتور، موضوع إجراء العمليات والأعراض الجانبية، هل يعود الإنسان إلى طبيعته بعد إجراء العملية؟ يعني قد ينتهي الألم نهائيا؟ هل مفاصله تصبح مرنة مثل ما كانت في السابق، أم يعني تكون أقل من الطبيعي؟ لا، هو طبعا يعني سبحان الخالق، يعني لا نستطيع يعني استبدال ما صنع الخالق يعني. والمعدن لا يوجد فيه إحساس يعني. الأربطة اللي حوالين المفاصل فيها إحساس. الغضروف نفسه في حاجة اسمها بروبريوسيبشن، يعني الواحد يستطيع أن يميز هو واقف في أي منطقة. تمام، الحركه نفسها لا نشعر بالمها، لكن نشعر احنا يعني واقفين على ايه او واقفين فين. فدي البروبريوسيبشن دي مش موجوده في المفاصل الصناعيه. المفاصل الصناعيه في اغلبها يعني بتدي نتائج جيده في حوالي 80% من المرضى. طبعا محور الحركه في اغلب الحالات لا يعود الى الطبيعي، لأن هو المريض اللي عنده خشونة أصلاً عنده تحديد في محور الحركة، وبالتالي بيحتاج علاج طبيعي مكثف عشان يستعيد محور الحركة، وأغلبهم لا يستعيدوا محور الحركة الطبيعي، لكن بيستعيد محور الحركة الوظيفي اللي هو يعني يستطيع الإنسان يؤدي به الوظائف اليومية من المفصل. طبعاً العمليات الجراحية لها مضاعفات بالطبيعة، ولذلك يعني 20% اللي هم بنسميهم unhappy دول بيحصل لهم مضاعفات، اما التهاب الجروح ودي تمثل حوالي 1%، او ان يحصل يعني ان الجرح يفتح بعد كده والمريض يحتاج اعاده لرتق الجرح مره اخرى، او يحصل لهم جلطات سواء في سمانه الساق او في الرئتين. دي مضاعفات كلها تحصل. الحاجة الثانية إن العظام سبحان الله يعني برغم قوتها وتتحمل وزننا وتتحمل كل ما نفعله، يعني عظام قوية وهي يعني فيها مرونة، لذلك في فرق بين مرونة العظام ومرونة المعدن اللي احنا بنحطه، وبالتالي المريض بيكون عرضة مع أي يعني أي إصابة إن يحصل له كسر حوالين المفصل. المفاصل الطبيعية بتاعتنا يعني احنا مش لا نعيرها انتباها واحنا بنتحرك، بس المفاصل الصناعية بننبه على المريض يعني ينتبه خاصة إذا تعلق الأمر بالسمنة وزيادة الوزن. دكتور، ما هي زيادة الوزن والسمنة دايرة مفرغة، يعني احنا بيجينا مرضى عندهم زيادة في الوزن، طبعا صعب تطالب المريض ان هو يخفض وزنه لان هو ما بيتحركش، يعني هو الحركة هي اللي بتحرق السعرات الحرارية، المريض مش بيتحرك. وفي نفس الوقت انت لو اجريت له عملية الوزن المريض على المفصل بيقصر عمر المفصل. المفصل الصناعي له عمر افتراضي يمتد ما بين 5 الى 15 سنة حسب عمر المريض، وايضا المرضى اللي هم صغار السن خاصه في مفصل الركبه يعني يعانوا من بعض الالام، لان هو يتحرك كثيرا، هو يناسب المفصل، يناسب كبار السن لان حركتهم محدوده وطلباتهم اليوميه محدوده، فبالتالي يعني نتائج المفصل عندهم بتكون احسن من صغار السن. لكن يعني المفصل الصناعي طبعا يعني هو حل جيد، وكما قلت يعني ان هو بيجيب نتائج جيده في حوالي 80% من المرضى. نعم دكتور شعلان، يعني دعني اسالك عن المراه وعلاقه هشاشه العظام بالمفاصل، هل هناك علاقه مرتبطه؟ يعني هل هشاشه العظام تؤدي الى مشاكل في المفاصل وخشونه المفاصل؟ لا طبعا، هو في فرق بين هشاشة العظام وخشونة المفاصل، غير مرتبطين ببعض. أغلب الناس يظنوا أن هم شيء واحد، لا هم ده شيء منفصل. الخشونة بتصيب الغضاريف، أما الهشاشة بتصيب العظام نفسها، كثافة العظام ومتانة العظام بتقل. طبعا في موضوع المرأة عشان موضوع الحمل والولادة احتياجهم لفيتامين دي والكالسيوم بيكون أعلى من الرجال خاصة أثناء فترة الحمل والرضاعة، وفي أغلب بلداننا العربية لا ينتبهون لهذه النقاط،
وبعض اطباء النساء طبعا بيوصفوا للمرضى اللي هي المالتي فيتامينز اللي هي الفيتامينات المتعدده، لكن تركيز فيتامين د فيها بيكون ضعيف. انت لو عملتي مسح طبي لاغلب الناس تشوفي مستوى فيتامين دي عندهم، فيتامين د عندهم اغلبهم بيكون ناقص سواء الرجال او النساء. صحيح. ففيتامين د ده هو مسؤول عن كثافه العظام وترسيب الكالسيوم وامتصاص الكالسيوم، ترسيب الكالسيوم داخل العظام وامتصاص الكالسيوم من الجهاز الهضمي. يعني احنا ممكن ناخد كالسيوم ولو فيتامين د ناقص يعني ما بيمتصش، فبالتالي بتكون ليس له فائده. فيتامين د لو نقص بيحصل ايه؟ بيحصل تقوس في العظام بنسميها اوستيوماليشيا. بيحصل تقوس في العظام، التقوس في العظام ده بيخلي الحمل على الجزء من المفصل اعلى من الثاني. يعني الطبيعي عندنا احنا ان 60% من وزننا بيروح على الجزء الداخلي من مفصل الركبه و40% بيروح على الجزء الخارجي منه. لكن اذا حصل تقوس في العظام بيغير المنظومه دي، وبالتالي يقصر من عمر المفصل لان الوزن زايد في منطقه معينه، فبالتالي الضغط بيكون قوي في المنطقه دي والاحتكاك بيزيد ويزود المشكله في المفصل. فبالتالي تقوس العظام او نقص فيتامين د ده له طبعا سبب قوي جدا لتكوين خشونه العظام. واحنا في بعض الناس طبعا بنعمل لهم تقويم لو جو في مرحله يعني متوسطة أو أبدر شوية، بنعمل لهم تقويم نكسر العظام عشان نخلي محور الـ أو الأكسس بتاع العظام في صورة طبيعية، بالتالي توزيع الوزن على المفصل يكون بصورة متناسبة وتحافظ على عمر المفصل. طيب ليش دكتور النساء بتعرضوا أكثر للإصابات من الرجال؟ هو طبعا عذرا يبدو مشغول دكتور. لا تفضل تفضل خذ راحتك. يعني اقصد انه النساء دائما نسمع انه عندهم مشاكل بالمفاصل اكثر من الرجال، شو السبب؟ نعم. هل الحمل والولاده مثلا؟ ليس هذا فقط، لان برضه حركه النساء محدوده غير الرجال. يعني اغلب النساء يعني معظم وقتهم في البيت، وهي يعني تعمل طول اليوم في البيت وتظن انها تحركت بصوره كافيه، وده ليس حقيقي. يعني في فرق بين التمارين اللي هي تقوي العظام وتقوي العضلات والتمارين اللي هي تجهد العضلات. شغل البيت وزي اي عمل اخر يجهد العضلات، اما التمارين والمشي ده طبعا بيكون مفيد لان هو يعني بيكون بصوره معينه بحيث العضلات تقوى او العظام تقوى. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أغلب السيدات أيضا لا يتعرضون للشمس عشان فيتامين د، فبالتالي إذا نقص فيتامين د بتكون عظامهم أضعف من الرجال. نعم نعم دكتور. دكتور شعلان، يعني أيضا أيضا ضروري أن نتحدث. تفضل دكتور، حابب تضيف شيء بما يخص السيدات؟ الامر الاخر في امر النساء الاوزان طبعا، يعني مع الوزن الحركه يتراكم عندهم الوزن، وكما قلت يعني هم احتياجهم لفيتامين د والكالسيوم بيكون اكثر من الرجال عشان الحمل والولاده، زائد ان موضوع الروماتويد بيكون اعلى في النساء اكثر من الرجال، اللي هو المرض اللي هو الانفلاماتوري بيكون اعلى في النساء من الرجال. طيب دكتور معلش أسألك عن الكالسيوم والفيتامين دال. يعني عادة الناس دون استشارة الطبيب تأخذ هذه الأدوية ويكون عندها أصلا الفيتامين دال زايد والكالسيوم زايد، هل هذا يعني لديه ضرر عكسي على صحة الإنسان لو الواحد تناوله بكميات أكبر يعني جسمه لا يحتاجه؟ هل قد يسبب مشاكل أيضا بالمفاصل؟ نعم، وتشكل مشكله برضه في الانسجه الرخوه سواء في الكليتين في مختلف الجسم. لكن كما قلت لحضرتك يعني ان فيتامين د هو المسؤول عن مستوى الكالسيوم وامتصاص الكالسيوم من الجهاز الهضمي. فالواحد لو اخذ كالسيوم بدون فيتامين د يعني النسبه اللي هتمتص منه ضعيفه حسب محتوى، يعني حسب نسبه فيتامين د عنده. فيتامين د احنا بنقول عليه فيتامين، بس هو الان بينظر اليه على انه هو هرمون، لان هو يعني تاثيره على الجسم بالغ وله وظائف عده، حتى ان هو نقصه بياثر على الحاله النفسيه للمريض. الافضل طبعا ان الواحد يجري فحص
تحليل طبي، تحليل دم يعني مره في السنه عشان يتاكد ان فيتامين د مظبوط. انت لو عملتي تحليل للكالسيوم في الدم هتلاقيه دايما مظبوط، لان احنا عندنا 99% من الكالسيوم بتاعنا موجود في العظام. اذا نقص مستوى الكالسيوم في الدم على طول الباراثايرويد اللي هو الهرمون في الغده البرادرقيه اللي في الرقبه بيحرك الكالسيوم من العظام ويوديها للدم، ففي توازن يعني بحيث يحافظ على الكالسيوم بصوره ثابته في الدم. فمش معنى ان الكالسيوم في الدم طبيعي ان الانسان طبيعي، لا، هو المهم طبعا فيتامين د لان هو ده المحرك وهو ده اللي بيتحكم مع الهرمون بتاع الغده البرادرقيه في موضوع الكالسيوم وقوه العظام. فبالتالي الفيتامين د طبعا زيادته بترسب الكالسيوم في الكلى مثلا، فتعمل حصوات كلى، ممكن ترسب الكالسيوم في اماكن اخرى في العضلات وتعمل تكلس في العضلات، لكن يعني دي بنشوفها نادرا، لان اغلب الناس كما قلت لحضرتك يعني اغلبهم عندهم نقص في فيتامين د وليس زياده في فيتامين د. امتى تحدث زياده في فيتامين د؟ لو المريض على علاج لفيتامين د، خاصه في ابر مشهوره في بلادنا العربيه بتاخد عضل، فدي طبعا لو بيكون تركيزها قوي جدا، فلو المريض اخذها بصوره قويه، لان الابر العضل الدواء بيدخل على الدم مباشره. اما لو انت اخذت حضرتك حبوب عن طريق الفم، الجسم بيمتص منها ما يحتاجه والباقي بيخرج يعني. فبالتالي يعني لازم نراعي في موضوع فيتامين د ان هو يكون حبوب وان هو يكون طبعا باشراف طبي افضل، لكن كل الناس الافضل ان هي تكون على فيتامين د حتى ولو في البلاد اللي هي فيها شمس، لان هو الشمس اللي هي بتنشط فيتامين د تحت الجلد هي الشمس اللي هي شمس الشروق وشمس الغروب اللي احنا اغلبنا بنفتقدها. والكالسيوم فيتامين د للاسف مش موجود في اي نوع من انواع الاغذيه، حتى في حليب الام يعني مش موجود فيتامين د في الاغذيه. وبالتالي لازم نعتمد على اما مصدر الشمس اللي هو الواحد يتعرض للشمس وبالتالي يتم تنشيطه، لان هو بيتنشط تحت الجلد وبيتنشط في الكلى فيتامين د عشان يكون نشط ويؤدي دوره في الجسم. والشمس غير متوفره دائما دكتور؟ نعم، الشمس مش متوفره دائما خاصه في الدول الاوروبيه وفي موسم الشتاء. نعم، عشان كده اغلب الناس في اوروبا بنكتب لهم وصفات الفيتامين د ونجري لهم فحص دوري لفيتامين د وننصحهم ان هم ياخدوه بصفه دائمه. والحمد لله فيتامين د الان في تركيزات منه مختلفه، في حاجات اللي هو زي 10,000 ممكن تاخذ مره كل اسبوع، او في ال 50,000 بتاخذ مره كل شهر. ولكن اذا المريض بدا علاج فيتامين د وكان عنده نقص بنعمل له حاجه اسمها لودنج دوز. بس هي اكيد دكتور تعتمد على حاله المريض، يعني مش كل متفاوته اكيد الحالات كميات. لو المريض عنده نقص فيتامين د يبقى كله لازم بياخد بنفس الرجيم، كميات يعني كبيره. نفس الرجيم، بس زي ما قلت لحضرتك كده هو الحبوب بتكون امنه اكتر من اللي هي الابر في العضل، لان دي بتدخل الدم مباشره وليس للجسم سيطره عليها، يعني خلاص الجرعه دخلت الدم انتهى الموضوع. طيب دكتور نصيحتك للمشاهدين كيف بالفعل نتجنب هذه المضاعفات وبالتالي تتحول هذه المشاكل الى يعني غرف عمليات الجراحه، من ناحيه وقائيه كيف نحافظ على مفاصلنا ان كان مفصل الركبه او الحوض او الكاحل او كل مفاصل الجسم يعني والعظام ايضا، كيف نحافظ عليه؟ نعم، سؤال جيد. طبعا هو الموضوع بيبدا من الصغر، ان احنا لازم نراعي ان احنا نعطي اطفالنا فيتامين د اللي هو النقط او الدروبس عشان ما يحصلهمش حاجه اسمها لين عظام. لين عظام دي بتسبب تقوس، فبالتالي المريض لو نشا وهو عنده تقوس بالصوره دي كما ذكرت لحضرتك ده هيعمل لود او ضغط على جزء معين من المفصل، وبالتالي ده يسبب له مشكله وخشونه في المفصل. ده من منذ الصغر لابد ان نراعي هذا الامر. الامر الاخر برضو ممارسه الرياضه مهمه جدا. طبعا الرياضه يعني اللي هي ليست عنيفه، يعني لان احنا طبعا مش هنلعب كوره بروفيشنال، يعني احنا مش محمد صلاح او غيره. فبالتالي الرياضه الخفيفه اللي هي الافضل انا بنصح بها المرضى اللي هم بيسموها نون كونتاكت سبورتس،
اللي هي ما فيش فيها احتكاك، يعني الواحد يقدر يعمل رياضه بمفرده زي يعني السباحه، مثلا زي السباحة ركوب الدراجه، زي الجري المشي، كل دي امور مهمه جدا. والرياضه طبعا هي مفيده لكل الجسم وليس للعظام فقط، مفيده للقلب، مفيده للعمود الفقري، مفيده لانتظام السكر في الدم، مفيده لنزول الكوليسترول في الدم ايضا. فالرياضه طبعا مهمه جدا. التعرض للشمس طبعا مهم، خاصه يعني الواحد يستيقظ مبكرا عشان يدرك شمس صح. الصبح يعني، وفي البكر بركه الفجر طبعا، دي امر طبيعي وحقيقي طبعا. فلازم الامور دي ناخد يعني ناخدها في حسباننا. الامر الاخر ان الواحد لو حصل له لا قدر الله كسر او كده، خاصه الكسور اللي هي داخل المفصل، لابد ان تعالج بصوره جيده بحيث نستعيد مستوى المفصل للصوره الطبيعيه، لان المفصل لو في انخفاض ده يعمل خشونه اكتر. طبعا مع الاصابه هيحصل نوع من الخشونه، بس لما الكسر يرجع بصوره طبيعيه للمستوى الطبيعي يعني، ده بيقلل من نسبه حدوث الخشونه. طيب وايضا دكتور، نصيحه عذرا على المقاطعه، بالنسبه نعم للكسر هل ممكن علاجه بدون عمليه جراحيه؟ نعم، احنا بنشوف في كسور طبعا اللي هي خارج المفاصل في بعض العظام زي عظمه العضد، نعم. احيانا بنعالجها بدون جراحيه، او عظمه الترقوه بنعالجها برضو بدون عمليه جراحيه احيانا. لكن الاخطر من الموضوع ده هو كسور داخل المفاصل، ودي طبعا يعني بتنتج عن المريض نفسه ما بيروحش للطبيب، خاصه لو كسر يعني مريض درجه تحمل الالم قويه، فبالتالي بيحس ان ده امر طبيعي ان يكون عنده الم بعد اصابه، ويكون هو عنده كسر فعلا وبيجينا متاخر طبعا، يعني ما نقدرش نعمل له شيء. الامر الثاني ايضا ان هنا في افريقيا مثلا عدم توفر الامكانيات الطبيه، دي بتخلي ان المريض يعالج بصوره شعبيه او بصوره علاج بدائيه تراديشنال يعني، فبالتالي المفصل بيلتئم بصوره خاطئه، ودي انا بشوفها كتير في افريقيا، ومتوقع اشوف حالات كتير خلال الاسبوعين اللي انا وهذه بحكم المشكله فيه. قد تسبب اعاقه للمريض، اليس كذلك دكتور؟ طبعا عدم هتسبب هو توفر اي العلاج الصحيح يعني. اعاقه طبعا، غير كده ان يعني زي كما قلت لحضرتك كده، يعني المريض اللي هو عنده الم سواء ناتج عن خشونه او عن كسر، لما بنعمل له العمليه بيستعيد حياته الطبيعيه بصوره يعني مش طبيعيه 100%، بس بنسبه 80 90% بيرجع لحياته الطبيعيه، يقدر يشتغل، يقدر يعني يعمل كل شيء يعني ان شاء الله. بس في المفاصل الصناعيه بيبقى فيه تحديد طبعا الموضوع، يعني في بعض الاعمال بننصح المريض ان هو يغير الكارير بتاعه، يعني يغير عمله لحاجه ثانيه تناسب حالته نعم. الصحيه. هذا اذا كان في مرحله العمل، ولكن ماذا عن مرحله التقاعد، خاصه انه الكسر في الحوض احيانا يحدث لكبار السن، يعني حتى داخل المنزل دكتور. نعم صحيح، بس دول غالبا ده بنسميه لو انرجي تروما، يعني نعم. اصابه ناتج عن قوه ضعيفه، فبالتالي ده وده بيكون ناتج عن هشاشه العظام. ده غالبا الكسر بيكون في اغلب الاحيان في عنق مفصل الفخذ، فبالتالي بنعمل لهم استبدال نصف مفصل يعني، وبيعيشوا بصوره شبه يعني قريبه الى حياتهم الطبيعيه يعني. يعني بس اكيد يحتاجوا الى مساعدات اخرى، لانه حتى ما تتكرر يعني لما يقع المريض ممكن ان تتكرر، خاصه اذا كان في عمر كبير ويعني يعني يحتاج الى عصا ليستند عليها او عكاز كما يقال. هو احنا عندنا بروتوكول في اوروبا ان اي مريض فوق ال 65 سنه لما بيحصل له كسر في عنق عظمه الفخذ، مش العظام بس هم اللي بيعالجوه، في حاجه اسمها اورثوجيريس اللي هم بتوع امراض الشيخوخه، بيجي يشوفوا المريض ويبداوا يعملوا فحوصات للكشف عن اسباب السقوط، يعني هل هي ناتجه عن ان هو يعني وقع بصوره طبيعيه، يعني طاح بصوره طبيعيه، او ان هو عنده ضعف في صوره معينه، يعني قد يكون الضعف ده من المخ، قد يكون من سببه من الظهر، قد يكون سببه ضعف العضلات نفسها، فبالتالي هم بيعرضوا المريض لفحوصات كثيره يعني لاكتشاف سبب السقوط لدى المريض، وبالتالي بيبدا يعالجوه. فهو الموضوع مش تغيير مفصل وبس، لكن هي مجموعه من
امور اخرى. نعم صحيح، بتشوف المريض، وفي بنحولهم بعد كده لحاجه اسمها البون هيلث اللي هو سلامه العظام، في عياده اسمها سلامه العظام. مثل التأهيل يعني؟ مثل التأهيل معهم. دكتور؟ يعني عملية لا، تأهيل؟ البون هيلث ده عشان يعالجوا مثلا عندهم الهشاشه، عشان يكتشفوا لو في سبب معين لضعف العظام يعالجوه. التأهيل العلاج الطبيعي ده برضه بيبقى متواجد معنا من اول يوم بعد العمليه، بيستلم المريض، يحرك المريض، يديله تعليمات ازاي يقوي عضلاته، ازاي يحرك مفصله، وبيتابع مع المريض الى ان يعود لحياته بصوره شبه طبيعيه ويعتمد على نفسه. اذا كان في شك ان المريض ده يعني ضعيف او لا يستطيع الحركه بمفرده، بيودوهم يعني ريهابيليتيشن سنتر، اماكن يبقى فيها علاج طبيعي مكثف، وبيتحركوهم العلاج الطبيعي، فبالتالي المريض بيكون اقل عرضه ان هو يحصل له كسر. كما قلت لحضرتك يعني وجود مفصل صناعي داخل الجسم بيخلي المريض اكثر عرضه انه يحصل له كسر حوالين المفصل، وبالتالي ده علاجه بيكون صعب وسهل. ولكن لو 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 استمر في ممارسة تمارين رياضية معينة قد يحمي المفصل، أليس كذلك؟ حتى لو عامل طبعاً. عملية يعني. طبعا بلا شك، هم بيدربوا العلاج الطبيعي، بيدربوا المريض على المشي وعلى تقوية العضلات، وعلى لو المريض عنده سلالم في البيت بيدربوه على صعود ونزول السلم، والمريض لا يخرج من المستشفى أو من مركز التأهيل إلا وهو يعني آمن تماما أن هو مش عرضة أن هو يسقط أو يحصل له كسر آخر. دكتور بالنسبة للأطفال، تفضل. نعم. بالنسبة للأطفال وتناول فيتامين دي، هل تستطيع الأسرة أن تشتري الفيتامين دي وتعطيها للأطفال دون يعني تشخيص طبي كوقاية؟ هو في كبار السن طبعا او الادلتس يعني ان هم البالغين، جرعات فيتامين د غالبا بتكون ثابته، اما في الاطفال تعتمد على الوزن وعلى العمر. فبالتالي احسن الطفل ياخذ الفيتامين د من خلال طبيب عشان يكون بصوره امنه، اصل هو الام ممكن تعطيه جرعه اقل او جرعه اكثر، فلو جرعه اقل لا تؤدي الغرض، لو جرعه اكثر هتسبب له مشاكل، فالافضل ان الطفل يعني يكون متابع طبعا مع دكتور اطفال وهو اللي ينصح بالجرعة تكون كام وكذا يعني. نعم دكتور، هل هناك علاقة بين الأمراض المزمنة ومشاكل المفاصل وخشونة المفاصل أم لا؟ هو طبعا يعني الأمراض المزمنة زي أمراض القلب، المريض ما بيعرفش يتحرك، فبالتالي العظام يعني سبحان الله يعني من الأنسجة الذكية جدا، هي تستجيب للضغط، يعني انت لما العظام تتعرض لضغط معين بتحاول تقوي نفسها بحيث تتحمل الضغط ده، فمريض القلب مثلا يعني لا يستطيع الحركه بصوره طبيعيه، فبالتالي العظام عنده تبدا تضعف ويحصل له هشاشه، والعضلات نفسها تضعف، وللاسف الشديد العضلات اذا ضعفت استعاده قوه العضلات مره اخرى احيانا بيكون صعب جدا، خاصه في كبار السن. واللي هي الكوادريسيبس اللي هي العضله الرباعيه اللي في الفخذ دي، لو حجمها نزل يعني في اغلب الحالات حجمها لا يسترد مره اخرى مهما الواحد عمل بين تمارين، فبالتالي الموضوع هو مركب ما بين العظام ما بين العضلات ما بين الانسجه الرخوه اللي حوالين المفاصل، فاي مرض زي مرض السكر مثلا ده ياثر على المفاصل بصوره غير عاديه، لان مرض السكر بيعمل التهاب في الاعصاب الطرفيه، فبالتالي المريض لما بيجي يمشي بيخبط رجله بصوره اقوى من الطبيعي، فبيعمل اصابه في غضاريف المفصل، خاصه مفصل الكاحل وتليه مفصل الركبه بنسميه تشاركوت جوينت، وتشاركوت جوينت ده بيبقى علاجه صعب جدا برضه، لان هو يعني الاعصاب مش موجوده خلاص، فبالتالي المريض يعني بيمشي بصوره غير طبيعيه، يخبط رجله بقوه اكثر من الطبيعي، يعمل اصابه في الغضاريف، وبالتالي يحصل تاكل في المفصل، واحيانا كثير يعني في مرضى يعني نسبه لا باس بها بينتهوا ببتر، خاصه لو حصل مضاعفات ان الجرح ان الجلد فتح يعني وحصل التهاب مع التشاركوت جوينت اللي هو
فبالتالي بيكون حله الوحيد هو ان يحصل له لا قدر الله باتر تحت الركبه او كده يعني. فيعني اي مرض في الجسم طبعا بيكون له تاثير سلبي على على الجسم يعني، وبما فيها المفاصل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. فعلا سبحان الله يعني الجسم بيتأثر بأي مرض أو أي إصابة في أي جزء منه يعني. نعم طبعا نحن في انتظار مشاركة دكتور سعيد نافع من بوسطن، يبدو أنه تأخر في الطريق، أكيد عذره معه، ولكن نحن طولنا عليك أيضا دكتور شعلان. ولكن أود أن أسألك يعني فيما يخص كورونا والفيروسات اللي انتشرت مؤخرا وتحذيرات منظمة الصحة العالمية عنها، يعني كل هذه الأوبئة هل لها تأثير مباشر على المفاصل؟ كما قلت لحضرتك يعني هو الكورونا طبعا تأثيرها بيكون أكثر على الجهاز التنفسي. نعم. والرئتين. إذا حصل مثلا تليف للمريض في الرئتين بعد الكورونا ده طبعا بيكون له تأثير سلبي، لأن المريض يعني مش هيقدر يمشي المسافة الطبيعية. الأمر الآخر، في حالات قليلة جدا أنا شفتها ان من اعراض الكورونا ان هي ان عملتهم يعني التهاب في نهايات الاعصاب، فطبعا دول بيبقى مشيهم مش طبيعي، فده ياثر برضو على المفاصل. الفيروسات يعني ما لهاش تاثير مباشر على المفاصل، لكن البكتيريا هي اللي لها تاثير مباشر. يعني لو مريض حصل له التهاب بكتيري في مفصل ده طبعا بيقتل الخلايا الغضروفيه داخل المفصل، وبالتالي يعني يؤدي الى يعني اصابه بالغه في المفصل في الغضروف، ويؤدي الى خشونه يعني مبكره طبعا حسب عمر المريض. فبالتالي اصابه يعني برضه ده يندرج تحت الانفلاماتوري، ان هو يعني وطبعا البكتيريا ممكن تيجي عن طريق الدم. هو هذا السؤال اللي حبيت اطرحه، يعني الالتهاب البكتيري كيف ياتي يعني؟ ايوه، التهاب بكتيري ده ممكن يجي بصوره مباشره من جرح على المفصل. بالتالي البكتيريا تخترق الجسم، لان هو الجلد ده هو ده يعني مناعه طبيعيه للجسم يعني، او عازل، ما فيش بكتيريا تخترقه الا اذا كان فيه جرح. فممكن يحصل جرح في فوق المفصل، وبالتالي تعمل التهاب حوالين الانسجه اللي في المفصل وتخترق المفصل، أو تيجي عن طريق الدم. إن البكتيريا تكون موجودة في الدم نتيجة التهاب في الحلق أو دور برد أو خلافه، وتصل إلى المفصل أو إلى العظام وتعمل التهاب صديدي. الأمر الآخر هو عن طريق الحقن، يعني ممكن لو بنعطي مريض حقنة داخل المفصل لو ما فيش تعقيم جيد وكده، طبعا ممكن ندخل يعني بكتيريا الى المفصل وتسبب التهاب بكتيري داخل المفصل، وده بيكون يعني مشكله كبيره جدا 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 في العظام، خاصه لو في عند المريض معدن يعني في مفصل صناعي او خلافه، ده بيكون مشكله عويصه جدا، لان عمليه تغيير مفصل بعد التهاب بكتيري بتكون عملية معقدة جدا جدا. لازم تتم على مراحل، ونسبة نجاحها بتكون أقل بكتير من المفصل العادي. طيب دكتور يعني، أنا أفهم من كلامك بأنه كل إنسان معرض للإصابة، يعني خاصة ما تحدثت عنه مؤخرا، خاصة إذا كان في مشكلة في الدم. يعني برأيك أهم ما يمكن أن ننصح به المشاهدين الآن بخصوص صحة العظام والمفاصل؟ هل فقط تناول فيتامين دي، التعرض للشمس، التمارين الرياضة، أم أنه في أمور أخرى؟ والله هو وعلاجات يعني أخرى. علاج أي مرض في بدايته بيكون أسهل بكثير من أن احنا نتركه حتى يكون متقدم. فبالتالي يعني لو في خشونة يعني لسه بادئه في المفصل وكده، لو بدانا فيها علاج خلايا جذعيه وكده، دي طبعا بتحسن. يعني لازم الواحد لا ما يهمل الوضع لما يكون طبعا الواحد لازم ياخد الامر بصوره جديه، لان في الاخر هي صحته وهتاثر عليه مدى الحياه. فبالتالي يعني علاج الامر في بدايته لازم يكون مهم. والمرضى برضو اللي هم بتوع الروماتويد احيانا بيبقى اكتشافهم متاخر،
دول طبعا يعني بتبقى ليهم صوره معينه، يعني موضوع تيبس المفاصل خاصه في اليد والقدم الصبح يعني او الساعه الصبح والام صحيح. عامه وحاجات زي كده، لابد المريض يخضع لفحوصات لاستبعاد مثل هذه الامراض، لان هي لو اكتشفت بدري بيتم علاجها. دلوقتي في ادويه للروماتويد بتغير صوره المرض يعني، وبتخفف من مضاعفاته بصوره كبيره جدا. هي طبعا هل هذه ادويه غاليه الأدوية جدا. دائمة يعني يتناولها الإنسان مدى الحياة؟ نعم، هو في علاج الروماتويد طبعا بتبقى مراحل، برضو بنبدا بحاجات بسيطه، واذا حسينا ان المريض مش بيستجيب لها بنروح لحاجه اسمها بيولوجيكال تريتمنت، او ديزيز اللي هو دراج موديفاينج ديزيز، اللي هي الادويه اللي بتغير صوره المرض. ودي طبعا ادويه بيكون لها اثار جانبيه كبيره، لكن بنعطيها في مراحل معينه من مراحل الروماتويد عشان المريض ما يحصلوش مشاكل تؤدي او تنتهي به الى يعني ان هو تكون حركته هانديكاب يعني معوق، او ان هو يحتاج الى عمليات متكرره، لان مشكله الروماتويد ان هو بيأثر على كل الجسم خاصه الجسم كله، نعم. خاصه العنق اللي هو العنق بيأثر على الرابط ما بين الفقرة العنقية الأولى والثانية. فبالتالي إذا المريض ما كانش مكتشف مثلا إن هو عنده روماتويد وخضع للتخدير، ممكن مع حركة الرجوع تعمل له شلل أو وفاة لا قدر الله. يا الله. فهو الواحد لابد يعني ياخذ كل حاجة بصورة جدية، ويستشير طبعا الطبيب في كل شيء، لأن هو الاجتهاد يعني من خلال نصائح الناس يعني خد كذا او اعمل كذا او ان ده ممكن يكون كذا او كذا، ده كلام ليس دقيق يعني. خاصة يعني كثرة الافضل ان النصائح الواحد الآن يرجع. على السوشيال ميديا دكتور، السوشيال ميديا مليئة لا بالمعلومات اللي لا أحيانا خاطئة، في مغالطات كبيرة. مش موضوع خاطئة، مش كل المعلومات تناسب كل مريض، كل مريض صحيح يختلف عن الثاني. الله سبحانه وتعالى يعني خلقنا يعني مختلفين في الشكل صحيح وفي اللون وفي كل شيء، فبالتالي الأعراض ليست بالضرورة تكون لمرض واحد عند كل الناس، لا، الأعراض أعراض أمراض كثيرة بتكون يعني متشابهة. فبالتالي النصائح اللي هي عبر التليفون، وإلا كان الطب هيبقى عبر التليفون يعني، لازم الرؤية وفحص المريض، لأن فحص المريض نفسه يعني أنا أحيانا بيستشيرني مرضى في أمر معين، أقول له يعني الأفضل إنك تيجي بس يعني أنا شايف كذا، بس لما بيجي المريض وافحصه يعني الوضع بيختلف، نعم لان هو يعني نعم الواحد بيقدر احيانا بتقدر توصلي لتشخيص من خلال الفحص أي. قبل ما تطلبي اي ابتعاد او اي نعم تحليل يعني. دكتور، في فترة فصل الشتاء عادة الناس يعني تصاب بإنفلونزا، وبالتالي أحيانا كثير من الناس تصاب بالتهاب اللوزتين، ينتقل هذا الالتهاب وثم تظهر أعراض روماتيزم إلى ما هنالك. يعني هل لأمراض الشتاء علاقة في هذا الموضوع، موضوع الروماتيزم والروماتايد وإلى ما هنالك؟ هو طبعا يعني الواحد لما بيصاب بالبرد او دور حمى يعني ناتج عن البرد بيكون لها طبعا تاثير سلبي على الجسم يعني عموما، ولكن دي بتكون فتره مؤقته يعني، المفروض بتبقى يعني كام يوم والواحد بيتعافى وبيرجع لطبيعته يعني. فهو المهم ان الواحد لو الاعراض عنده بتزيد لابد ان يعني يستشير طبيب فيها، ويجي يعني يحاول يشوف سبب، لان في بعض المرضى بيبداوا بس بالتهاب حلق او بدور برد وتقلب بالتهاب رئوي او نمونيا، وبالتالي تكون مضاعفاتها شديده. النمونيا طبعا دي بكتيريا موجوده في الرئتين، لو اهملت فتره طويله ممكن تعمل خراج في الرئتين، ممكن البكتيريا دي توصل للدم وتصيب اي جزء في هل الجسم هل يعني. هل لطعامنا علاقه بامراض المفاصل دكتور؟ نعم طبعا الاكل الصحي طبعا له دور كبير، والوجبه المتكامله اللي تحتوي على الخضروات والفيتامينات المختلفه وبروتين بنسب معينه ونشويات بنسب معينه،
طبعا هو مشكله العصر حاليا هي الوجبات الجاهزه، لان غالبا دي بتكون وجبات طبعا يبقى طعمها بالنسبه لاغلب الناس كويس وبيستسيغوه، لكن هي اغلبها يعني ليست صحيه. السؤال الاخير دكتور، اليوم طولنا عليك كثير دكتور محمد شعلان، وشكرا جزيلا. انا اعرف انه لديك عمليات اليوم، نتمنى التوفيق والسلامه لجميع المرضى. سؤالي لك، متى ستذهب الى غزه مره اخرى؟ والله انا كنت المفروض كنا نروح غزه يوم 29 اكتوبر، نعم، لكن للاسف يعني اغلقوا المعابر ومنعوا كل الرحلات ان هي تصل الى غزه. نعم. كنت بتواصل مع المجموعه الان في امريكا، قالوا لنا 2 يناير. في مجموعه اتصلوا بي النهارده قالوا في يوم 12/12، بس للاسف انا موجود دلوقتي في تشاد طبعا في الرحله دي، فمش هقدر اروح. ان شاء الله ان شاء الله في فرص قادمه كثيره. جزيل الشكر. ان شاء الله ربنا يكتب لنا. شكرا شكرا دكتور، شكرا لك دكتور محمد شعلان استشاري جراحة العظام، شكرا على كل هذه المعلومات المفيدة، وأكيد لنا لقاء قريب. إلى اللقاء.